السلام عليكم خوتي اخواتي، دايرين بخير؟ لاباس عليكم. اليوم بديت في الفيديو، درت الفيديو هذا جوج طريقات ديال اللسان ديال العجل. هذا درتو هنا على هذه الطريقه، صوتي وحال ستيك وخفيف مع الليبيم لي صوتي، حتى هي صوتي ليديم لي صوتي، ماشي لسان. لسان درتو بحال ستيك، لا طريقه ديال ستيك. ودرت لي ليغوم هنايا خفيف، هاد الطريقه اللي درت خفيفه وجديد وغزال، بغيكم تجربوه. الى كان عندكم لسان هاد الطريقه زوينه وجديد، زعما الخضره حتى هي جديده. ايوا المهم ندوزو دابا المرحله ديال التحضير. كيف ما هذا تبارك الله اللسان ديال العجل كامل، غادي نشدو بعد ما غسلته مزيان بالحامض ودرت ليه لافارين ومسحته وغسلته مزيان باش يتغسل، يحيد داكشي اللي المهم خصو يتغسل مليح بالملحه والحامض. ودرت ليه انا حتى الطحين باش يحيد هذاك الشيء كله هو ديالو. راكم تبارك الله عليكم عيالات المغربيات، راه تبارك الله ما شاء الله عليكم. الماء غادي نشدوه ندير الماء يغلى، اللي كانت الكوكوط حسن، انا عندي الكوكوط صغيره مع بصله وخيزو، حدا خيزو بصله ومع الملحه والبزار وشي حبات ديال القرنفل، وهذا صافي هادشي اللي كاين، حبات ديال القرنفل والبزار والملحه صافي. وغادي نخليه نقص عليه ونخليه يطيب دابا حتى يغلي الماء، وعاد نديرو ونقص عليه ونخليه مدة ديال ساعة ولا 45 دقيقة. خصو يبقى شوية فتي، ما خصوش يقصح فتي باش غنديرو صوتي، اصلا هو فتي. انا اللي درتو في الكوكوط غادي تكون ما كاملاش نص ساعه، قبل من نص ساعه تحلو عليه شي 20 دقيقه بحال هكا. انا درتو هنا 45 دقيقه حيت بشويه كيطيب. المهم باش نقشرو، ما طيبتوش كله في مره، باقي شاد وفتي من الداخل. غادي نحيد ليه هذيك القشره، نقيه هي دابا القشره كتحيد ساهله، ولكن هو راه ما طيبش، راه باقي شاد. 45 دقيقه الى ماشي الكوكوط الطنجره عاديه، ولا ساعه على حسب. انا خليته 45 دقيقه باقي شاد، ما طابش، ما خصوش يطيب بزاف يعني باش نقشرو. درتو بحال هكا باش يتقشر. المهم غادي نقيه وغادي نقطعو طرونش، نتوما على حسب الطرونش اللي بغيتو. انا خليت شويه بين وبين، ما رققتهمش. هاد القدام كله كان هذا نديرو في الصوتي، تانا بحال ستيك غنديرو في المقلة، وهداك الشيء الاخر اللي هكا غادي نخليه هو الاخراني، هو اللي غادي ندير في الطاجين. نتوما الا بغيتو الزبدة، انا درت الزبدة، نتوما الا بغيتو ديروا الزيت البلدية، انا درت الزبدة، فضلت ندير الزبدة هاد المرة باش يجي لذيذ. اصلا هو راه لذيذ، والله منعاود لكم كيفاش جا لذيذ، عين الملح والبزار جا من داك الشيء. الملح والبزار كيلذو الماكله بزاف، بحال هادشي اللي ما فيهش لاصوص، الملح والبزار كتجي لذيذه الحاجه بلا لاصوص. صافي نخليها تسخن وغادي نديرو ملي تحمرو على هادشي وهادشي، راه فتي
ماشي طايب، ما طايبش، ولكن ملي درته في المقلاه زاد طاب وجا فتيت المقلاه. المهم درت الملح والبزار على حسب الذوق، الملح على حسب الذوق، حسب البزار هو على حسب الذوق، كل واحد اللي تيبغي. كاين اللي ما تيبغيش البزار يديرها شي شويه، وكاين اللي الدب. تتحمر على ديك الجهه ونقلبو عاوتاني على الجهه الاخرى، راه جا فتي ما عاودلكمش عليه. صافي، وحضرته مع الخضره صوتي والروز مبخر، وجا خفيف وجا غزال وبصحة والراحة. نتمنى تجربوا الطريقة. لا لونغ سا سورتو اللي كانوا عندكم الضيافة، يمكن لكم ديروا هاد الطريقة هذه، تبدلوا شوية. الطريقة الأخرى عندي ثومة وسكنجبير طري، عندي السودانية غبرة، شوية سودانية غبرة والفلفلة حمرة وشوية البزار والخرقوم وسكنجبير طري والملح بطبيعة الحال على حسب الذوق، والزيت البلدية، ولا ما كانت زيت البلدية زيت الأخرى زيت المائدة. الطاجين هذا اللي حيت اختي اللي عطاتو ليا الله يكثر خيرها جاتو معايا حيت خفيف، اما الطواجن الاخرين كنت بغيت نجيبو ثقيل ثقيل بزاف ما قدرتش نجيبو. مره اخرى ان شاء الله ندير البصله وعاد باش نستف عليها اللسان. المهم السكنجبير محكوك والخرقوم وشويه البزار والفلفله حمراء وشويه السودانيه، سودانية غبرة اللي كيبغي الحار. المهم نتوما غنخليها صحيحة، ولا كانت عندكم كوكوط وما بغيتوش طيبو في الطاجين ديرو في كوكوط حسن. انايا بغيت الطاجين شهي الطاجين، نتوما الى هذا ديرو في الكوكوط وسدو عليه عينكم ميزانكم ديك الساعة ملي تشوفو شحال باقي لي عاد تسدو عليه. المهم هاد الطريقة هي اللي البصلة راه غادي طيب ما غاديش تبقى تبان، انا درت لتحت غادي تذوب البصلة غادي تبقى على صوص. المهم استفدت اللسان كل داكشي اللي بقى وكنحط العطرية. هنا سكنجبير طري اللي كيخدمو بيه، تا لاخر كاين ولكن كيفضلو هذا ضروري كيشريو مع التقضية حتى حنا راه حنا ولا عندنا. المهم نزيد شويه الماء وغادي نغطيه مزيان طاجين. لكن كنتو ديروا الالومنيوم احسن، هذا تغطيوه وسدوا عليه ونقصوا عليه البطا وخليه يطيب على خاطره. ولا كانت الكوكوط يكون عاوتاني دغيا دغيا غادي يطيب، هنا غادي ياخذ شويه الوقت ولكن يجي حسن يجي لذيذ هنا وتعرف الطنجرة تيجي لذيذ صراحة. تنديرو في الكوكوت كيجي لذيذ من داك الشي. هاد اللسان تيبغي الجو ديال الشتا، وهاديك الطريقة الأخرى راه تتبغي الجو ديال الصيف. الكمون غادي نخليوه حتى لخر
وعاد نديروه باش ما يمرر باش ما يجيش مر. دائما انا الطياب اللي فيه الكمون كنخليه حتى الاخر، ونزيدو الخل شويه الخل القياس. شوفوا نتوما شحال المذاق ديالكم، معلقه ديال الخل. هو هذا الطاجين هذا تيكون فيه داك الكبار في الحقيقه مع حامض، كيعطي الحموضيه. ما كديرش كاع الخل، ولا كدير كورنيشو. انا ما عنديش، درت الشامبينيون. قلت نديرو حتى الشامبينيون، ولكن هو تيكون مع الكبار ولا مع الشامبينيون، كيعطي ديك الحموضيه، كيعطيه المذاق وديك الحموضيه زوينه. انا درت الخل، الا ما كانوش هاد الجوج كنديروا الخل، ولكن هو يكون مع الكبار، يجي زوين مع الكبار، اما مع الكبار اما الشامبينيون. شامبينيون مرقد صافي. كنقليو يتقلى صافي، والطاجين نزيدو نقليو شويه، مازال خصو يتقلى. ايوا نتمنى هاد الفيديو، هاد جوج وصفات يعجبوكم، وان شاء الله الا كان حاضر عندكم اللسان بعدا تكون عندكم فكره وتصوبوا ان شاء الله. وبصحه والراحه، والسلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله. ولعجبكم هذا الفيديو فضلا ليس امرا، ما تنسونيش بلي لي لايك وشي تعليق يكون زوين. وشكرا لكم، والسلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.